السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطبيق سهل جدا في الاستخدام، تقدر ترسم اي حاجة وتقدر ان انت تدخلها في شكل دعاية، تقدر ان انت تكتب برومت وهو يبدأ يعمل لك التصميمات وتقدر تعدل عليها بسهولة جدا. الحاجات اللي كانت بتاخد ساعات كتيرة في الشغل ممكن تتعمل في دقيقة. تقدر تمسك تلاقي حاجة وتقول له غير لي الديزاين المعين، يبدأ ان هو يعمله لك من خلال الذكاء الاصطناعي. جاب لك 4 حلول وتقدر تقول له اكتر واكتر. تمام، ارسم بس شوية خطوط وقول له انا عايزها سيارة كهربائية، عايزها كذا، يبدأ ان هو يعملها لك. مجرد بس ان ترسم هو يبدأ ان هو يحولها لك ليه من سكتش لرندر عالي بالشكل دوت. الكونسبت الديزاين، قول له انا عايز بس تضيف لي شكل معين، يبدأ ان هو يضيفه لك. اعمل فيجوالايز للحاجه، يعني حط الصوره دي في منظر طبيعي او في خلفيه حقيقيه بحيث ان انا اقدر اعمل لها دعايه. تقدر تختار صوره وتبدا تقول له اعمل لي مثلا الوان، يغير لك الالوان كلها. طب غير الستايل، يغيرها لك. فمرتبط بذكاء اصطناعي قوي جدا. طيب خلينا نشوف السعر. انت تقدر تعمل داونلود للويندوز والماك. طيب البرايسنج بيبدأ مجاني، هيبقى عنصر واحد وليك تو اديت. البروفيشنال هو $50. طبعا لو حد شغال في المجال هيبقى السعر بالنسبة له كويس.